اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن ترحم جمعنا هذا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا بيننا شقيا ولا عاصيا ولا فتانا ولا مفتونا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم سلمنا وسلم ديننا وأمنا في أوطاننا وفي بيوتنا وآلينا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من الناس يا رب العالمين. اللهم إنا ندعوك لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهم كما ربونا صغيرا، رب ارحمهم كما ربونا صغيرا، رب ارحمهم كما ربونا صغيرا. وندعوك يا الله لأولادنا بنين وبنات منهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم ورعاهم فأنت خير حافظا. اللهم خذ بأيديهم أقصى الكرام عليك يا رب العالمين. اللهم جنب عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن، وزين ذلك في قلوبنا وقلوبهم، وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين يا رب العالمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في بلاد البوسنة وفي بلاد السنجر وفي بلاد البلقان وفي جميع البلاد يا رب العالمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم داوي جروح أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا صعبا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا أذهبته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه في كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فاجعل كيده، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم بارك في من أعد هذا الإفطار واخلف عليه يا رب العالمين. اللهم بارك في من أعد وسعد في إنجاز هذا الإفطار يا رب العالمين. اللهم بارك في هذا المسجد، وبارك في رواد هذا المسجد، وبارك اللهم في إمام هذا المسجد، وبارك اللهم في أطفال وشباب وفتيات هذا المسجد يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، انفع بهم البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد وآله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Možda nakon toga nekih 15 minuta počet ćemo sa džesom, slušajući mudre poruke naše kamice. Što ovdje izgleda zvijete? Ne, ostat ćemo već. 15 minuta, gdje smo ti stali, gdje smo ti na dom. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر لا إله